من 30 مترا رفع زياني كرة على رأس منارة الدفاع رفيق حليش، هدف بأحلى طريقة في أحلى وقت قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول. مع بداية الشوط الثاني يتباري تجاوز العفاوي، فضل التسديد في متناول شاوشي عوض التمرير لكيتا أو تامبورا. الرد الجزائري جاء بكرة عبرت 30 مترا لتهدد حوزة دياكيتي من حسن يبدا المحترف بورتسموث الإنجليزي. بعد ربع ساعة من الاستراحة استلم المنتخب الجزائري المباراة من جديد، ولم يحالف الحظ كريم مطمور أولا وحسن يبدا ثانيا وعبد القادر غزال ثالثا. كان ذلك في ظرف 5 دقائق، ودخل العفاوي على خط التسديد بعيدا عن مرمى الحارس دياكيتي. بعد 10 دقائق من فك الاشتباك الهجومي عاد الجزائريون إلى الاقتراب من منطقة الجزاء. انتهت المحاولة بركلة حرة مباشرة اقتنصها كريم مطمور ونفذها كريم زياني وضاع الهدف الثاني. وتحول الضغط إلى المقلب الآخر، موديبو مايغا دخل منطقة الجزاء توغل ورفع والعفاوي حرس جيدا القائم الثاني. من الجهة الأخرى كرة عالية أفلتت من شاوشي، لحسن حظه وصلت إلى صديق. كانت تلك آخر فرصة في المباراة، مالي لم تكرر ما فعلته أمام أنغولا، والجزائر بهدف حليش استعادت الأمل في بلوغ الدور الثاني. نظن الأهم كان اليوم حقيقة، لأن مقابلة صعبة ضد فريق قوي، وما كانش مسموح لنا الخطأ لأن كنا نخرجوا من المنافسة، ولكن شيء ممتاز لأن في الميدان وخاصة الوقت تاع المقابلة اليوم ساعدنا كثير باش درنا مقابلة لبس بها، وفي من ناحية الدفاعية ولا من ناحية الهجومية، وهذا جواب لكل الناس خاصة في الجزائر اللي ناقضونا على جال معسكر كاستيلي.